يتابع الفنان التشكيلي فداء منصور أعماله في معرضه السابع أماكن في غاليري مصطفى علي بعشرين عملاً زيتياً عبرت عن دواخل المرأة والطفل والإنسان من رؤية الفنان منصور. معرض هاي التجربة من تجربة الحديث الدائري المعرض السابع. عملت حوالي 20 عمل سميته أماكن، يعني كل ما في إنه موضوع محدد، كل لوحة بتوحي لي بمكان ما أو ذكرى أو حالة شفتها أو عشتها أو تخيلتها. في شيء من السكون، في شيء من العزلة، في شيء من حالات الصداقة، في شيء من الحب، في شيء من الأجواء الطقوس، يعني الفصول. الحقيقة الفنان فداء منصور هو والفنانين الشباب اللي عندهم طموح، وأنا الحقيقة تابعته من خلال هلأ هي تاني تجربة بعرضة عندي. يعني أعماله بيعتمد فيها على التشخيص وبيعتمد على الحركة الدائرية بالتكوين واللون الجري والمساحة العريضة. أنا بتمنى له التوفيق. أنا شفت له كتير للأستاذ فداء كذا معرض بكذا صالة، بس اليوم أنا حاسس أنه في عنده شيء مطور تجربته الدائرية. هو دائما بيشتغل على التجربة الدائرية بحذافيرة وبيشتغل على الدائرة بمكنوناتها بفضاءها. اليوم شفنا أنه في عنده بساطة أكتر بالنسبة للتجربة الدائرية، يعني مخفف كتير اللون، عامل خطوط أبساط.